أبوابك بلشنا. اسم الحملة الذي أطلقها المجلس المحلي لمدينة حلب لترحيل القمامة من أحياء حلب المحررة المتبقية. جبلي إيش عم تسوي؟ من ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب، ويقوم مجلس محلي مدينة حلب في دورته الخامسة بإطلاق حملته الأولى بعد إعادة هيكلة المجلس بالآلية الجديدة، إطلاق حملة على أبوابك بلشنا. هذه الحملة التي تتضمن ترحيل القمامة من عدة مناطق هي ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب، ورمزية الاسم على أبوابك بلشنا على أمل إن شاء الله أن تكون بداية العودة إلى مدينة حلب حرة كاملة بإذن الله تعالى.